وصلنا وزميلي امير هشام. امير اهلا بك يا امير. اهلا اهلا بك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لكل المشاهدين ومتابعين قناه الاهلي في كل مكان. شكلك مجهد من الماتش. من المشوار بصراحه، احنا مشينا من كرواتيا ورحنا على سلوفينيا، وسلوفينيا هو لسه داخلين حدود كرواتيا من حوالي نص ساعه، وفي اتجاهنا ان شاء الله المطار عشان الطياره ان شاء الله هتكون الساعه 11 يعني، ونروح على مصر بقى ان شاء الله. يلا تيجوا بالسلامه، تنوروا الدنيا تاني. الله يسلمك. انتوا عارفين الاهلي لما يعني الاهلي لما بيخرج من مصر يعني ايه، عارف في نجوم كده بتطفي كده، فالاهلي بيجي طبعا. الاهلي بيجي بينورها والله، دي حقيقه والله. طبعا يعني طبعا دي حقيقه طبعا. النادي الاهلي فريق كبير جدا وليه جماهيره بشكل كبير جدا في كل مكان. خليني بالمناسبه اقول لك يا كابتن ميدو، احنا رحنا النهارده الملعب في سلوفينيا اللي اقيمت عليها مباراه النهارده، المباراه الاخيره للنادي الاهلي في المعسكر، وكان في جماهير جايه للاهلي مخصوص من النمسا وسويسرا عشان يتفرجوا على الفريق، فده يعني اكبر دليل على مدى حب الجماهير وعشقها للنادي الاهلي في كل مكان، وده شيء مميز جدا. وكل مكان الفريق بيروح دايما بيبقى ليه جمهور بيأذره، حتى لو مباراه وديه النهارده كانوا بيشجعوا بمنتهى القوه كأن مباراه رسميه او نهائي دوري ابطال افريقيا يعني، فده الشيء يذكر يعني كده. اكيد يا امير، يعني نتيجه كبيره يا امير 5-1. هل كرانس النهارده؟ تمام، اتفضل. النهارده طبعا مباراه او كانت اخر مباراه بالنسبه للفريق هنا في المعسكر. خلينا الفني واللاعبين استفادوا اكبر استفاده من المعسكر بشكل عام، وتحديدا من مباراه النهارده، لان النتيجه بتدل على مدى فهم اللاعبين واستيعابهم للفكر الخاص بمستر باتريس كارتيرون واللي عايز ينفذه خلال المرحله اللي جايه. فبالتالي كانت مباراه مهمه جدا، مستر باتريس كارتيرون جرب فيها العديد من العناصر، وقف على مستويات بعض اللاعبين من الناحيه الفنيه ومن الناحيه البدنيه، كله شارك بشكل مميز جدا، كله ادى بشكل جيد، واضح جاهزيته ان شاء الله للمرحله المهمه المقبله. فبالتالي من هنا كانت اهميه المباراه، وفي تعاد عند الجهاز الفني باداء اللاعبين رغم ان هي مباراه وديه، لكن اطمئنان مهم جدا للجهاز الفني قبل المرحله ان شاء الله اللي جايه امام فريق طبعا تاونشيب في دوري ابطال افريقيا واستئناف هذه البطوله الهامه. يعني يا امير، اهم النقاط، انا دايما بسالك بقى كمشجع قبل ما تكون طبعا زميل، يعني اسالك في النقاط اللي انت شفتها كمشجع، اهم النقاط الايجابيه النهارده كانت ايه؟ يعني اهم النقاط الايجابيه النهارده تالق عدد من اللاعبين بالتحديد وليد سليمان، اللي قدر ان هو يحرز الهدف الاول والهدف الثاني. الهدف الثاني بالتحديد هدف جيد جدا يعني، ما يجيبوش غير وليد سليمان بصراحه، لاعب كبير قوي، احد مكاتب الفريق في المعسكر بشكل عام مش في المباراه. النهارده الراجل بيأدي تدريبات بمنتهى القوه ومنتهى الجديه، وده شيء جيد ومؤشر جيد بالنسبه للاعب كبير زي وليد سليمان. فبالتالي دي احد المكاسب من مباراه النهارده من المعسكر بشكل عام. كمان الناحيه التكتيكيه والجمل اللي ابتدى اللاعبين ينفذوها في الشوط الثاني بالتحديد، واللي قدر النادي الاهلي ان هو يجيب منها اهداف، فده ايضا احد اهم الاشياء الايجابيه بالنسبه للفريق في المعسكر ده وفي مباراه النهارده بالتحديد، خصوصا ان احنا خلاص في العد التنازلي لمباراه تاونشيب ان شاء الله يوم 17. أكيد. فبالتالي يعني لما اللاعبين يكونوا فاهمين الفكر وفاهمين الخطط والجمل اللي عايز ينفذها الجهاز الفني من دلوقتي، ده شيء ايجابي جدا. وكمان مع مرور الايام والمباراه الوديه الاخرى اللي هتبقى ان شاء الله في اسكندريه اذا اقيمت، يعني هيكون ايضا شيء ايجابي، ومن خلال التدريبات كمان هيكون شيء ايجابي بالنسبه للفريق ان شاء الله قبل المرحله المهمه الممكنه مباراه فريق تاونشيب الاخرين. تمام، يعني وليد سليمان كان من اهم النقاط الايجابيه. امير هشام، وانا بتفرج على المباراه يعني ايه اللي شفته في كالتيرون في اللعيبه؟ لا ما فيش، يعني كالتيرون راجل عنده ثقه كبيره جدا في نفسه اولا وفي كل لعيبه النادي الاهلي واللي بيشاركوا، ما بيقومش يعني رغم ما بيقومش يوجه كتير اللاعبين، هو بيبقى مدي تعليماته قبل المباراه، محفظ لعيبته كويس جدا يعملوا ايه، بيراقب كمان. يعني خليني اقول لك ان المباراه دي بالتحديد او المباراه الوديه بيراقب تحركات اللاعبين، استيعابهم للشغل اللي هو عايز يعمله. فالراجل اكيد كان متابع بشكل جيد جدا، وكان مركز جدا على مستويات كل لاعب عشان يقدر يحدد احتياجات الفتره الجايه، يحدد التشكيل اللي عايز يلعب دي المباريات. وخليني اقول لك يا كابتن ميدو، يعني نسبه خلاص 95% او ان لم يكن الاكثر كمان، مستر باتريس كارتيرون استقر بشكل نهائي على التشكيل الاساسي اللي هيلعب مباراه تاونشيب ان شاء الله، ان لم يحدث لا قدر الله اي حاجه. لا ان شاء الله باذن الله، هو الحمد لله ما فيش اصابات خالص، الاصابه الوحيده كمان باسم علي اللي هو عنده جزع او عنده الام في اربطه الركبه. باسم علي احتمال ان هو
يعني يلحق ان شاء الله معسكر اسكندريه، يلحق يتمرن مع الفريق. يعني هو التحسن مستمر وده شيء ايجابي. بعض لكن في عدا بس علي ما فيش اصابات كمان في ظل تواجد وليد ازارو، وخلاص بشكل رسمي اصبح او خلاص مش هيمشي خلاص من النادي الاهلي، فبالتالي هيخش احتراف الجهاز الفني. هو مش جاهز فنيا وده شيء طبيعي، هو بدنيا بس جاهز لكن فنيا لا، لانه ما كانش بيتمرن الايام السابقه تحسبا لرحيله، وكان الجهاز الفني خرجه بره حساباته. لكن بما ان الصفقه فشلت فبالتالي خلاص وليد ازارو لاعب في النادي الاهلي هيركز جامد الفتره الجايه علشان يقدر يساعد زملائه في الفوز في المباريات القادمه وان شاء الله المنافسه على مختلف البطولات النادي الاهلي شارك فيها. هو ده السؤال اللي كنت عايز اساله لك، ردود افعال الجهاز الفني يا امير، لو كان في ردود افعال على بقاء ازارو في الفريق وعدم بيعه. يعني خليني اقول لك يا كابتن ميدو، اللي بيبقى المستفيد الاكبر اللاعب لما يكون هيكون متواجد في النادي الاهلي. يعني لا ده اكيد، ده طبعا اكيد. يعني وليد ازارو حظه حلو جدا ان هو هيكمل في النادي الاهلي، ده حظه حلو جدا ان هو هيكون متواجد في النادي الاهلي الفتره الجايه. فالمستفيد الاكبر هو اللاعب، لكن الجهاز الفني بالنسبه له عنده كل البدائل لكل اللاعبين. من يرغب في الرحيل ما فيش مشكله، النادي الاهلي عمره ما بيقف على لاعب، لكن بما ان اللاعب خلاص متواجد في صفوف النادي الاهلي فبالتالي هو داخل حسابات الجهاز الفني. الجهاز الفني هيبتدي الفتره الجايه ان هو يركز مع وليد، يحط في حساباته على حسب طبعا. انا اقصد ايه يا امير؟ انا اقصد يعني من النهارده مثلا لما عرف باتريس كالترون ان ازارو موجود، عمل له تدريبه لوحده، كلمه انت قبل كده وقلت لي ان وليد ازارو بيرحب جدا ان هو يستمر في النادي الاهلي لو عرض الاحتراف ما نجحش، وده اللي حصل. يعني هو وليد كان بالضبط. احنا قلنا قبل كده ان هو ماشي من ابواب النادي الشرعيه. بالظبط بالظبط، زي ما قلت لك قبل كده يا كابتن ميدو، اللاعب ما كانش عنده مشكله. يعني لو فشلت الصداقه عشان نبقى صراحه اكتر، الراجل كان جاي له عرض وكان يعني الرغبه عنده ان هو يرحل، وممكن يكون الجهاز الفني وافق له على كده، وخصوصا ان الجهاز الفني شايف ان هو عنده اكيد بدائل يعني لاي لعيب مش بس وليد ازارو. لكن بما ان الراجل كمل في النادي الاهلي، وهو كمان كان قايل او هو كمان كان في دماغه ان لو هو كمل في النادي الاهلي هيزيده شرف وهيبقى شيء ايجابي بالنسبه له، وهيركز بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي. فبالتالي هو ما عندوش اي مشكله ولا اي تضرر. انا النهارده شايفه عادي خالص، اتكلم مع فيكتور باتريك كالتيرون شويه، خصوصا ان هما الاثنين بيتكلموا فرنساوي يعني، فاتكلموا مع بعض شويه النهارده قبل المباراه. بعد المباراه عمل بعض التدريبات التاهيليه بالنسبه له، الامور عاديه وطبيعيه جدا. وليد ازارو لاعب في النادي الاهلي وعليه ان هو يركز خلال الفتره الجايه عشان يبقى اضافه كالعاده، وزي ما تعودنا منه خلال الموسم الماضي كان هداف الدوري وهداف افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي. فبالتالي الجمهور بالتحديد جمهور النادي الاهلي بشكل كبير مستني من وليد ازارو الكثير، وان شاء الله يحقق اهداف كثيره جدا للنادي الاهلي. هو لاعب يعني خلينا نتفق ان هو اكيد لاعب مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله يكون اضافه للفريق الفتره الجايه. يعني يا امير، فريق كرانسودار، انا بنطقه صح كرانسودار ولا هو من غير نون؟ لان انا يعني في مواقع كاتبه كرانسودار وفي مواقع كاتبه كرانسودار. كرانسودار بالنون. انا رحت سالت الجهاز الفني عندهم بالتحديد على الاسم، الاسم بتاعهم غريب شويه. كرانسودار قال لي كرانسودار. تمام، هو ده الاسم الصحيح. يعني شكل مين في الدوري المصري؟ لا يعني مع احترامي لكل الفرق الموجوده في الدوري المصري، لكن هو اكيد يعني فرقه مش قويه قوي، مش اللي هي اللي تكون ند بشكل كبير للنادي الاهلي. هم ابتدوا المباراه بشكل كويس جدا، قدروا ان هم يتقدموا على النادي الاهلي بهدف اول 10 دقائق او ربع ساعه بالتقريب. عملوا الشوط اول جيد، لكن النادي الاهلي قدر ان هو ينهي الشوط الاول من خلال ضربه جزاء احرزها وليد سليمان، وكمان قبل ما الحكم يصفر على طول وليد سليمان احرز هدف رائع. هم كانوا ماسكين نفسهم في الشوط الاول شويه، لكن الشوط الثاني كبرت لعيبه النادي الاهلي وجاهزيتهم الفنيه والبدنيه هي اللي فرقت. وطبعا من فريق النادي الاهلي يعني فريق كبير جدا زي ما احنا عارفين، يعني نقدر نقول شكل انديه الوسط، نقدر نقول شكل انديه الوسط، شكل انديه القاع، شكل انديه القمه، شكل انديه الوسط، شكل انديه الوسط. واستفادة كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، واحتكاك قوي كبير جدا بالنسبة للفريق قبل المرحلة المهمة المقبلة. فبالتالي يعني مباراة النهاردة سواء المباراة بتاعت النهاردة أو مباراة أولمبيا اللي كانت من 3 أيام، استفادة كبيرة جدا فنيا وبدنيا وخططيا وتكتيكيا بشكل كبير جدا بالنسبة للاعبين يا كابتن ميدو. بشكل عام يعني خليني أقول لك المعسكر بصراحة يعني ممتاز ومتميز جدا، وكل الأهداف اللي كان بيسعى من خلالها
او من خلال المعسكر ده جاهزه ثاني نحققها تقريبا اتحققت من خلال الجاهزيه الكامله لكل اللاعبين من جميع الجوانب يا كابتن. الحمد لله الحمد لله. يعني انا مش هطول عليك، هسالك سؤال بس اخير، انتوا ان شاء الله راجعين فجر الثلاث باذن الله. بالظبط، احنا دلوقتي خلاص احنا في كرواتيا، رجعنا من سلوفينيا، احنا دلوقتي في كرواتيا في طريقنا للمطار. هنوصل المطار ان شاء الله يعني كمان بالظبط حوالي ساعه مثلا. بعد كده ان شاء الله طياره بتاعه الفريق او طياره خاصه بالنسبه للنادي الاهلي هتبقى اتجاهها ان شاء الله للقاهره، هنطلع الساعه 11 ان شاء الله، الفريق يوصل الساعه 2:30 فجر ان شاء الله كابتن. يعني امير توصلوا بالسلامه ان شاء الله الثلاث اجازه، وهيبدا الفريق يشتغل او يتمرن تاني في التتش لغايه لما يدخل معسكره في اسكندريه. تخلى المعسكر لقاء ودي في اول ايام المعسكر على ما اتذكر، وان شاء الله يبقوا جاهزين يوم 17 لمواجهه تاون شيب البتسوان. اكيد ان شاء الله، اكيد نتمنى كل النادي الاهلي كل اللاعبين كل التوفيق ان شاء الله خلال المباراه دي. بكره اكيد هيبقى اجازه للفريق، هيستأنفوا بعديها ان شاء الله من خلال تدريبات مسائيه بالنسبه لفريق استعداداتهم لتاونشيب حتى ميعاد المعسكر، واكيد هيبقى معسكر ايضا مهم جدا، وهو معسكر يعتبر قبل المباراه بكام يوم، الفريق يبقى جاهز بشكل اكبر، يكونوا مركزين بشكل اكثر ان شاء الله، وبدايه جديده تكون للنادي الاهلي يا كابتن ميدو في بطوله دوري ابطال افريقيا. بعد البدايه يمكن اللي كانت مهزوزه شويه الالداد كثيره، لكن ان شاء الله الفريق قادر ان هو يرجع في البطوله، ويمكن الجزئيه دي بالتحديد حصلت قبل كده في 2013 والنادي الاهلي قدر ان هو يحقق البطوله في النهائي. كان الاهلي عنده نقطه واحده بس بعد اول مباراتين في دوري المجموعات، الحاله يمكن متشابهه شويه، وده التفاؤل اللي موجود عند جميع اللاعبين والجهاز الفني ان شاء الله ان هم يقدروا يحققوا نفس الانجاز ويرجعوا لنا البطوله الغاليه دي يا كابتن ان شاء الله. والله يا امير الفتره اللي فاتت دي الاهلي كسب فيها مكاسب كبيره جدا جدا، وان شاء الله كل حاجه تبقى في مصلحه النادي الاهلي. امير هشام زميلي، شكرا جدا جدا لهذه التغطيه.